ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر مريد فريد سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة المثلث الشمالي، وفادي عجاوي مستشار إعلامي في القائمة العربية الموحدة. مساء الخير وأهلا ومرحبا بك. مساء النور، يعني خليني أعطيك الخبر. لا، كان في إسا حجب ثقة وسقط القانون. نعم، حجب 58 مقابل 50. طبعا كل نواب الموحد يصوتوا ضد حجب الثقة، فبالتالي نعم. 58-50. نعم، كما تواصلنا مع نواب عرب من بينهم الدكتور أحمد الطيبي لنعرف متى سيتم التصويت على، هو قال بأنه يعني قضية قانون الضفة، ما يعرف باسم قانون الضفة، سيتم عرضه على ما يبدو بعد الحجب. يعني هذا الأمر فقط يعني من ناحية قانونية، لما بسقط حجب الثقة أنت بتعطي نفس 6 أشهر للحكومة، يعني ما بتقدر تقدم كم مرة حجب ثقة عن الحكومة. طيب، أعطيتنا يعني حد لنا عن التصويت. بدي أفهم، وقلت لنا ماذا صوتت الموحدة، وكما طبعا فهمت أنه هذا في الدقائق الأخيرة. كيف ستصوت الموحدة على قانون الضفة؟ وهو يعني نشرح أقول أكثر لك يعني لا، دعني أقول ووضح. القائمة العربية الموحدة حاليا سيكون تصويت باعتقادي، حتى الآن ننتظر. نعم. ولكن هناك تحدي كبير للقائمة العربية الموحدة، وبرأيي من الحكمة عدم الكشف عن يعني ماذا ستصوت الموحدة. وأنا أقول لك، القائمة العربية الموحدة اتخذت قرارها منذ الصباح كيف ستصوت. هل ستصوت وبشكل ككتلة واحدة؟ ستصوت ككتلة واحدة. سمعنا بأنه مازن غنائم أنا أقول لك ستصوت، كلامي واضح، ستصوت ككتلة واحدة، ولكن من الحكمة السياسية عدم إظهار حتى اللحظة الأخيرة ما هي نوايا القائمة العربية الموحدة. وباعتقادي هذا أداء سياسي رفيع. ومرة أخرى، ليس سهلا في هذه الفترة أن تناور، والموحدة تريد أن تناور. فدي أنت مستشار إعلامي، يعني مش من يوم ولا يومين، وتعمل مع الموحدة، يمكن أن تقول لي مثل هذا الجواب أنه مناورة سياسية؟ صحيح. حتى الدقيقة 90 في قوانين يعني صحيح. تأتي هنا ولكن هناك، ولكن في قانون مثل هذا مبدئي أساسي اللي فيه التصويت على أخرى على على فرض قانون، يعني يسري القانون الجنائي على الأراضي الفلسطينية، هذا يجب أن يكون يعني مبدئي، التصويت عليه مبدئي. جميل جدا. دعني أقول ليش أنا يعني أتحمل، يعني منطقيا أتحمل مسؤولية في إسقاط قانون أو عدمه؟ بإمكاني يعني ما أتحمل هذه المسؤولية أصلاً، يعني ليش وجع الرأس؟ برأيي أنا أفهم فكرة إنه القائمة الموحدة تواجه تحدي كبير، وخصوصاً تواجه في ائتلاف، وهذا الأمر هو شيء جديد على مجتمعنا وعلى قائمة عربية، فبالتالي أتفهم هذا الموقف تماماً. يعني لا يمكن حتى يعني أن أنظر إلى صورة مختلفة أو أنتظر من القائمة العربية الموحدة والله تقول أنا مع أو ضد. برأيي نعم. من الحكمة، وبرأيي هذا قرار سياسي سليم. الأستاذ مريد فريد، أنت سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة المثلث الشمالي، السؤال لماذا لا تناور القائمة المشتركة أو على الأقل نواب الجبهة مثلما تناور الموحدة لتحصيل أي إنجاز سياسي أو اقتصادي للمجتمع العربي، حتى وإن كان التصويت على قانون من هذا النوع مثير للجدل حتى في الشارع اليهودي؟ أولاً خلينا في القضية الجوهرية. أنا القصة بالنسبة إلي وللجمهور هي في الواقع مش الحركة الإسلامية الجنوبية والقائمة تبعها. الإشي الأساسي هو على إيه بدور الحكي؟ بدور على مناطق فلسطينية محتلة. القائمة العربية الموحدة بين قوسين موحدة، هي مش موحدة، ولكن مش واحد، ولكن الحركة الإسلامية تتصرف، لم يحدث فيها أي انشقاق تصويت، يعني يصوتون معا حتى بمركباتهم الأربعة مع مازن غنائم اللي هو مش ابن الحركة الإسلامية. تسمح لي، القائمة العربية الموحدة اللي في رأيي مش موحدة، اللي كل يوم أنت بتسمع في وسائل الإعلام وبتسمع حتى الأشخاص مثل مازن غنائم وغيره. ولكن خلينا نحكي في الجوهر. أكبر جريمة ارتكبتها القائمة العربية الموحدة هو دخولها لهذا الائتلاف. شو قالوا لنا؟ نعم. قالوا لنا في وقته هذه الحكومة مش رايحة في القضايا السياسية، هاي الحكومة هي بدها زي تسيير أعمال، وهم راح يكونوا يهتموا بس بقضايا الجماهير العربية، وكأنه قضايا الجماهير العربية هي بمعزل عن القضية المركزية، قضية الاحتلال، وقاعد بثبت مرة تلو المرة. أنا بقول لك شو التكتيك اللي الأخ ما رضي يحكي عنه، حكت عنه الصحافة والكل، إنه خلي المشكلة تيجي من سلمان
اديت سلمان نعم. خليها اذا اديت سلمان عفوا نعم. قال قضيه تكتيكيه في القضايا المبدئيه كان لازم طيب. يكون طيب. أرجيك خبر مازن غنايم يقول قبل قليل لصحيفه هارتس العبريه وهي صحيفه يعني طيب تعطي مجالا لليسار الاسرائيلي بانه سيصوت ضد هذا الاقتراح. اذا الموحده ستصوت ضد انت قلت انه الموحده ستصوت ككتله واحده ككتله واحده هذا كلامي واضح نعم معناها ستصوت ضد قلت كلامي انه ستصوت ككتله واحده ولكن أهم جاوبتك على الجواب كلام واضح الواضح من الجواب هل ستجازف واضح. بتجربتها بدخول ائتلاف الحكومي لأنه إذا تفكك الائتلاف هذه مشكلة أنا برأيي برأيي لا يتفكك الائتلاف برأيي ربما نذهب إلى تأجيل التصويت هذا ما أعتقد ولكن اسمح لي هنا أمر بما أنه بتحكي عن المبادئ القائم المشترك منها السيد عفر كسيف وأحمد طيب الآن لم يتواجدوا في الكنيسة حتى لا تسقط الحكومة الحكومة اللي مش عاجبتك ومش عاجب المشترك ليه بتسقطوهاش؟ صحيح ليه بتسقطوهاش؟ عفوا ليه بتسقطوهاش؟ بإمكانك تسقطوها ليه مسقطوهاش؟ يعني هذا التمثيل خليني أكمل بس بعدين بتكمل حتى أورجيك إنه البعض يمارس سياسة دعارة سياسية وكذب وخداع بكل الناس إنها حكومة فاشية وحكومة ظالمة وحكومة كذا وعندما تأتي الفرصة للمرة الثانية للمرة الثانية في الوقت اللي أنا بعطيك بس عشان نصرح فيه قبل قليل لحظة بس جاوبتك على اللي نعم. على اللي حكيت وصلت الفكرة لحظة أستاذ مريد في عشان الناس تفهم يعني صرح فيه مازن غنايم لصحيفة هارتس بأنه سيصوت ضد هناك مصادر صحفية في الإعلام العبري للتوضيح تتحدث بأنه منصور عباس اجتمع مع غداء رينوي زعبي أو حاول إقناعها بالتصويت ضد كيف يعني هذا بيركب على ذاك يعني وأنت بتقول إنهم سيصوتون معاً مازن غنايم بيقول سنصوت ضد معناها أنا بستخلص إنه قلت لك كلهم سيصوتوا ضد طب كيف مرة ثانية يعني إذا الصورة واضحة كمان عن نوضحها أكثر برأيي الشخصي القائمة العربية الموحدة تريد تمارس أداء سياسي معين الهدف منه إنه ما تكون هي التي يلقى عليها اللائمة في موضوع أصلاً يعني بإمكاني إنه ما أصاب فيه بحرج بمعنى إنه إذا اليوم راحت عديد سلمان زي ما قال الأخ وهي صوتت بإسقاط هذا القانون طيب إيش المشكلة؟ يعني عملياً الكل بيطلع ربحان هاي ممارسة سياسية بسيطة ولكن الأمر بس أكمل عشان أوضحها كمان مرة النائب أحمد طيبي وعفر كسيف من القائمة المشتركة تغيبوا عن التصويت عن حجب الثقة عن الحكومة وإسقاط حكومة الفاشية التي لم تعجب المشتركة ولا تعجب الجبهة وتغيبوا لم يسقطوا للمرة الثانية مقابل 50 مقابل 50 أنت لازمك 60 61 حتى تسقط الحكومة فأنا سؤالي ليش بتغيبوا من أنها حكومة فاشية هذا الآن التصويت يجب أن نقول بصراحة إذا كان في قضية أساسية إذا كان بدها تقام حكومة بداخل بدون ما نذهب لانتخابات إذا بدها تقام حكومة جديدة معناه إنه بده يكون في رئاسة هذه الحكومة نتنياهو مع 61 مشان يقدر إنه يسقط الحكومة لازم يتسمى وأنت بتعرف ما أنت مستشار لهذه طب ليش غيبوا ماشي ليش غيبوا نسمعهم أما إحنا هدفنا إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات وبشكل واضح بس شو ليش تغيبوا أستاذ مريد فريد من الذهاب إلى انتخابات مبكرة طالما أنه الكل يعلم أنه حظوظ نتنياهو في العودة إذا جرت انتخابات مبكرة يعني في السماء إن صح التعبير إحنا خطنا واضح يجب إسقاط هذه الحكومة وما بعد إسقاطها عفواً نعم. عفواً عفواً لأنه هذه أكثر حكومة يمنية أكثر حكومة طب سقطوها أعطينا استنى أخي طبعا. على مهلك شوي شوي يلا نمعك إحنا كمان مش راح نعطي إيدنا وأصواتنا ووجودنا مشان إعادة نتنياهو بأي معنى حسب القانون مشان إنك تشكل حكومة في هذه الكنيسة بدك 61 هذا مش راح يحصل نعم. على الأقل منا إحنا ولكن وكأنه النقاش على هذا القانون النقاش الأساسي يجب أنه يكون دشرك من الحدلقات والتكتيك اللي مش أساسي وهذا مش تكتيك؟ أعطيني أي تكتيك هذا عندما أنت بتيجي وبتشرح وبتقول خلي الحكومة تسقط بس مش عن طريقنا إحنا ليش؟ لأنه إحنا بدنا نحقق مكاسب للجماهير العربية أنا بعتقد أجل وقت وبنصحكم خاصة أنت أنا سمعتك هون قلت ما حققناش ولا شيء ربما 20% أجل وقت نقول أنه إحنا ما بنقايض الموقف المبدئي وكأنه مكاسب للجماهير العربية أنا ابن الجماهير العربية وبقول لك
فش بين الجماهير العربية اطلع على الطيب اطلع من الفاهم أي فاهم تلقاش شاب اللي بيقول لك إن قايد قضيتنا بتحقيق مكاسب، مكاسب يجب أن نحققها بالنضال بحقنا كأصحاب البلاد الأصليين، ثانيا هندفع ضريبتنا. نعم. شو يعني المسألة؟ طب أجاوبك شغلتين. أنت على ما يبدو بتواصل مع من يتواجد في السياسة، بدي أسألك عما يجري هناك خلف الكواليس إذا كانت لديك معلومات. لا يعني أنا أول شيء الآن أنا بشوف معلومات. بعرف أنت تتواصل. نعم في القائمة هناك يعني استغراب لموقف القائمة المشتركة اللي تغيبت عن التصويت وأتاحت للحكومة إنها يعني تمر من موضوع عدم الثقة. نعم. الأمر الثاني وعلى فكرة يعني هناك على ما يبدو مشاكل في داخل المشترك نفسها. نعم. الجبهة هناك مشكلة بين أحمد طيبي وأيمن عودي على ما أظن بسبب تغيب النائب أحمد طيبي وعفر كثيف حتى، وهذا أمر يجب أن ننظر إليه. نعم. لما بيحكي الأخ إنه خليني أكمل. فضل. لما قال إنه الموحد مش موحد أظن المشترك أكيد مش موحد يعني. نعم. ثلاث أحزاب وكل واحد بيغني على الله، ونذكر شو عمل سامي أبو شحادي لما قدم استقالته من رئاسة الكتلة. نعم. ولكن ما أود أن أقوله أيضا في كانت والله في فكرة أنت قلتها موضوع النضال، مين قال أنه ضد النضال؟ بما أن الموضوع بتحكي نضال لا تناضل بالشارع وهذا أمر حقيقي. إذا شو بدنا بالكنيسة أصلا؟ وأنا على فكرة اليوم قلتها أكثر من مرة وخليني أوضح بشكل عام، قلت أن تجربة القائمة العربية الموحدة هذه هي تجربة جديدة، هذه التجربة قد تفشل قد تنجح وأنا لم أقول غير ذلك. الآن برأيي الشخصي إذا فشلت هذه التجربة، بما أن القائمة الموحدة ذهبت بعيدا كما ينظر إليها الجميع وقعدت بحضن الحكومة زي ما بقول الجبهة وآخرين، معناته إذا فشلت هذه التجربة معناته سينظر المواطن العربي للتجربة ليس فقط الموحدة، إلى تجربة الكنيسة ككل. لأنه شو رح يقول لك المواطن العربي؟ رح يجي يقول لك إذا أنت كنت بالحكومة ما قدرتش تجيب لي إشي، معناته أنت بالمعارضة تجيب لي. وبرأيي الشخصي تفكير المواطن العربي سيكون ضد التجربة في الكنيسة برمتها، وهذا سيضرب. نعم. العمل. نعم. البرلمان قبل العربي. قبل أن أعطيك الأستاذ مريد فريد، تصلنا معلومات بأنه لا أدري ما هي صحتها، بأنه رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير وأيضا رئيس بلدية راحت فايزة بصيبان يتواجدان في مبنى الكنيسة على ما يبدو في محاولة لإقناع غداء رناوي زعبي إلى التصويت مع الائتلاف الحكومي. في عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ لا لا ما في عندي حقيقة، يعني ما في عندي، أنا بتطلع لا ما في. ولكن ما أود أن أقوله أنه في نهاية المطاف، وهنا كمان حتى كمان نصل إلى نقطة، إحنا مجتمع عربي وهذا المجتمع العربي في نهاية المطاف كان هناك تجربة سياسية جديدة. ما يؤلمني في هذه التجربة إنه وصلنا إلى وضع من المناكفة إلى حد لا يصدق. توافقني تماماً رأيي؟ لا. إنه المناكفة مش أي مناكفة، صراع سياسي. سياسي. لا لا طبعاً. لا بالإمكان. لحظة رح. صراع سياسي. يعني أنت تقول لي فيش خطر. تعقيب الدكتور أحمد الطيبي على عدم حضوره التصويت على اقتراح حجب الثقة، هو يقول هذا قرار للكتلة المشتركة بعدم المشاركة في ثلاث اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة، كما كان الأسبوع الماضي اقتراح الليكود والمتدينين الحرديم والصهيونية الدينية هتسينوت هدتيت. يعني وهو يقول بأن هذا أمر عادي. يعني والله بقدر يكون من هون لبكرة أمر عادي بإمكانك أنك تسكت. نعم تفضل أستاذ مريد فريد، لأنك بإمكان... بدك تنزل الجملة كلمة وممكن بإمكانك طبعاً 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 إحنا يعني إخوة طبيعي طبعاً. ولكن ما أود أقوله بإمكانك أن تدعي ما شئت، تستطيع أن تقول والله عشان الليكود وعشان غيره، ولكن نعم. قالوا باعتقادي بتذكر امبارح قال أحمد طيبي في أقرب فرصة بهذه الكلمات، نحن في أقرب فرصة نريد إسقاط الحكومة. وبذكر لما قاعد يضرب على قلبه ويقول لك القدس في قلوبنا وكذا، وهل الحكومة لازم نسقطها إسا قبل بكرة؟ باعتقادي نفس الكلام شفناه بعد. نعم. الانتخابات. نعم. شو اللي تغير بعد؟ نعم. في شغل يعني اللي كثير بتعاد وأجل وقت إنه نحطها على الطاولة، وهي قضية التكتيك اللي اتبعوا الإخوان وقالوا إحنا حتى بنفكر نكون خارج البرلمان. أجل وقت إن نحكي بصراحة بين الجماهير العربية 8% بين 6-8% اللي بصوتوش نتيجة لموقف مبدئي، الباقيين في أسباب كثيرة. اثنين، أيضا الحياة أثبتت إنه كان مظبوط ما كانش حزب عربي اللي دخل الائتلاف الحكومي، لكن كانوا وزراء عرب في حكومات اختلاف كبير. أنت بتعرف في كانوا وزراء عرب في أحزاب صهيونية بما في المقام زعبي
وسيف الدين الزعبي اللي كان في المطاي، ولذلك يعني هذه مش أو وكانوا يصوتوا حتى مع الحكم العسكري. الآن هاي قضية إنه إحنا بنجيب مكاسب لشعبنا ولا لا، كمان يعني أجل وقت خاص لناس مثقفين والتاريخ ما هو موجود. المعارضة اللي بوقته كان بس الحزب الشيوعي، ما كانش معارضة يعني، مش جاي ألوم على حدا، في وقته في بداية النكبة بعد النكبة كان بس الحزب الشيوعي، مش بس جابت مكاسب لهاي الجماهير، عملت كل ما تستطيع لمنع طردنا من هذا الوطن. 2 لقضايا التصريع، 3 لقضايا المؤان، الرفاق انحبسوا بالسجون، صارنا عنا أيام مش بس ساعدت حتى شعبنا الفلسطيني. بدي أعطي منها بس مثالين 3. رابين قال ممنوع يوم الأرض، نعم، وجاب رؤساء وما قال، أجا وقف زياد قال الشعب قرر الإضراب، وهذا صار عفوا وهذا أحيا الشعب الفلسطيني كله. أم الفحم، مش لأني من أم الفحم، عندما كان إنه تصور بنقدرش نتصدى لكهانة صدناها إحنا والقوى الوطنية اليهودية والجماهير العربية كلها عن طريق النضال. إحنا مش بس صنعاء، ثانياً الوحدة اللي إحنا موجودين فيها. أنت الشعب الفلسطيني مش قادر يتوحد، نعم، في المناطق، طيب، المحتلة، نعم، وإحنا موحدين تحت سقف لجنة، طيب، المتابعة. هذا مش إنجاز؟ طب أجاوب. طيب، فضل. فيش إشي اسمه بالدنيا وحدة من أجل الوحدة. شو إنجاز؟ لا وحدة طبعاً مضبوط. فيش إشي اسمه وحدة من أجل الوحدة. بما أن أنت بتحكي عن حزب الشيوعي، أنت فتحت الموضوع، ففي موضوع التصويت على الانسحاب على غزة 2005 لم تصوت الأحزاب العربية غير القائمة العربية الموحدة، كان طلب الصالح وعبد الملك دهامشي، يعني حتى أنتوا رافضين الانسحاب من غزة. 2 هذا حقيقة. 2 بس خلنا نكمل، اسمعني. 2 بما أنكم بتناضلوا من زمان لليوم، سبحان الله نتائج النضال، كنا العرب عندهم 30% من الأراضي، صفينا على 3%، يعني الإنجاز ما جابش نتيجة، بعرفش كيف جاب. 2 أنت أول حزب يوقع على وثيقة الاستقلال التي تقول إقامة دولة للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، مئير فيلنر. وأخيرا تفيق طوبي في أول خطاب له في الكنيسة عام 49 كان زعلان لأنه لا يتم تجنيد العرب، وكل هذا بالبروتوكول موجود. فبتكل النظرات فبلاش هو فتح يعني الموضوع، نعم، لأن هذه النقاط أنا كان بينكم أكثر من مرة مشاركة في نفس البرنامج وتعاد كل مرة، وأنا لا أريد إذا أعطي الوقت على نفس النقاط. رد سريع على هذا الموضوع لنتقدم مرة شيئا نقدم. بدك أقول لك إياه كاتبين. الأمر الأول الانسحاب على غزة 2005، يعني منيح اللي جبتها، أيوة، منيح اللي قلتها، ثبت أنه مش انسحاب. يا ريت انسحاب. اللي عملوا سيء صيد شارون سجنهم يعني متكشف ان كان ينسحبوا. اسمعني، الانسحابات يعني اذا انت بجوز شاب صغير، انا عشتها، لا متذكر شو ولا صغير، لا لا متذكرها يعني. عفوا، عندما اجوا ينسحبوا من الجزائر شو عملوا؟ تيجي بشكل منظم بقعدوا هيئة رسمية، بس في عندك 4 نقاط، ماشي بدك اعطيك 4 نقاط. هون كان محاولة، والوحيدين اللي صدقوا في هاي اسألوا أهل غزة، غزة شو مستقلة؟ يعني غزة وضعوها يعني هو بده أن إسرائيل تضل؟ أنت هيك بتقول؟ وأنه ممنوع ينسحبوا، لو ينسحبوا إيش لازم تضل إسرائيل؟ بدك تقول مع المنظمة التحرير الفلسطيني، ما هي هالضفة؟ كجزء من إنهاء الاحتلال. نعم، مصادر في الكنيسة تذكر لقناة هلا أنه على ما يبدو التصويت على هذه سيكون هذا المساء، وسيكون على ما يبدو في حوالي 9 مساء، إما قبل أو بعد. وزير الخارجية يائير لبيد على ما يبدو مع طرح التصويت هذه الليلة حتى وإن لم يكن أغلبية، وإعطاء 2 إلى 3 من أجل تدارس الموقف في الائتلاف الحكومي. ولكن فادع الجوي على ما يبدو أن هناك عضو كنيسة على الأقل واحد من حزب يمينة سينسحب من الائتلاف الحكومي في حال سقط التصويت هذه الليلة أو في الأيام القريبة القادمة. ماذا سيكون موقف الموحدة إذا سقطت الحكومة بأصوات يمينة وليس بأصواتها؟ أقول لك بالصدق، نعم، وبأمانة الموحدة أصلاً
تعتقد وكل إنسان يفهم في السياسة سيكون انتخابات عاجلاً أم آجلاً، ومن يعتقد أنه لن تسقط الحكومة فيعني الظاهر بس انتخابات مبكرة سياسية. ليست في صالح الواحد أنا يعني حتى انتخابات مبكرة سأوضح لا حتى انتخابات مبكرة برأيي لن تكون في ظرف شهرين ثلاثة، هذا رأيي. برأيي الانتخابات راح تكون ربما سيتم الاتفاق على موعد الانتخابات، وبرأيي قد يكون حتى بداية العام القادم، تخيل. يعني وأنا فبالتالي يعني برأيي هذا ليس بعبع نخاف منه. الأمر الثاني أنه باعتقادي أنه نتنياهو اليوم بدأ ينظر إلى الحلبة السياسية، والله الزلمة شايفه مبسوط. ليه؟ لأنه يرى أنه كلما استمرت هذه الحكومة وبسبب الفروقات الكبيرة بين أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، هذا الأمر يعزز قوة نتنياهو، بمعنى أنه نتنياهو اليوم بدأ يرى 61 مقعد قريبة جدا، وهو يعتقد، وهي استراتيجية جديدة تبعت نتنياهو، بقول لك كلما استمرت الحكومة أكثر أنا سأكسب أصوات أكثر، وبالتالي هو مش معنى اليوم تسقط الحكومة، معنى أخرى شهرين أخرى ثلاثة، وبالتالي أكون جاهز لقطف ثمار هذا الأمر. أنا مش محلل سياسي، مش هيك بدي اطلع عليها، بدي اطلع على الاساس. الاخ بحاول يدافع عن موقف انه بده سقوط هذه الحكومه ما يجيش عن طريق الموحدة. يعني وبقول لك احنا بدنا تستمر هذه الحكومه، والشيء الاساسي يجب اسقاط هذه طب سقطوها الحكومة. طيب سقطوها، ما احمد طيب قدح يعني بتقول سقطوها طش حكومي يعني انت تفضل. احنا لن نسمح اذا كان بايدنا ان نعيد بايدنا نتنياهو من خلال هذه الكنيسة. طيب. اثنين، سنعمل المستحيل على اسقاط هذه الحكومة وسياسة هذه الحكومة. الآن فيما يتعلق بالإخوان، أنا تصورت يجي يقولوا يا عمي أي مرة سنة خلال السنة ثبت إنه غلطنا، مش شيء، بنيجي لشعبنا بنقول يا شعبنا جربنا. وأسوأ شغل إنه بعد بسمع إنه جربنا، شو جربنا؟ لا تمشي ليش على من اجتهد فأصاب، هون ما كانش من اجتهد فأصاب، هون كان شق الوحدة الوطنية بين الجماهير العربية وجلب طيب. حكومة يمينية يجب يعني أن تتجرب بهذه المسألة. تشاهدوا معي مقطع فيديو لأنه يعني كمان مرة نفس الشعارات ونفس النقاش أنه وحدة وطنية وحدة وطنية. الوحدة الوطنية اللي موجودة صلها من 73 عام لليوم لم تؤدي إلى شيء، لم تأتي بنتائج، لم تأتي بإنجازات. رح أذكرك بس مجتمعنا ما نهار هيك، يعني مجتمعنا يعاني من الجريمة، بفكرش من اليوم لما فات منصور على الحكومة، لما الجريمة صار 17 سنة بارتفاع وبشكل مضطرد، الخاوة اللي في كل مكان في مجتمعنا العربي ما أجت من اليوم. قيادات مجتمعنا جميعنا على فكرة قاطبة تتحمل هذه المسؤولية، مش لما فات منصور إسعى الحكومة. موضوع القتل، موضوع الجريمة، موضوع الهدم، اليوم بلش الهدم بلش من 17 سنة وأكثر من ذلك. يعني إذا لما أنت بتيجي بتقول الوحدة الوطنية هي بتكوينها، لا أرى ذلك، بالعكس كل ما حدث يعني تاريخيا يثبت كل هذه القضايا يعني كانت قائمة. أولا أجل الوقت اللي نشرح بشكل واضح شو نشرح المجتمع الإسرائيلي ككل. أولا بالأساس المجتمع الإسرائيلي النظام الرأسمالي في ظل الاحتلال هو المسؤول عن الجريمة والعنف وإلى هسه، إنه إحنا كقيادات نتحمل مسؤولية جزئية. اسمع شو قال نير بركات بهذا الأسبوع اللي بيقول بده يصير رئيس حكومة، هو بيحكي 500,000 قطعة سلاح. عارف ليش بده؟ قال بده يسحب أو يعمل على كيف في رأيه هذا السلاح راح يتوجه ضد دولة إسرائيل، مش عصابات اجرام غير. طب بس شو انا بعرف هذا؟ انت شو بدك الحل؟ اعطيني انا بقول لك شو الحل. بدي الحل انه اولا تكفوا عن قضية تيئيس الناس انه النضال مش مجدي تحت ستار انه كف بلاط مش مخرز بنهاية المطاف. لا، الكف هو اللي خلق مين اللي منع الناس تناضل؟ بتناضل الناس. بسألك اولا انا بقول لك لسه منصور لما فات منع الناس النضال. لحظة يا زلمة تفهم يعني انا بدي احكي لك يعني بتقول عن النضال لانه انا بحبش اجرح بنهايه المطاف. شو دخل التجريح؟ ما انا بقدر اجرح عادي يعني. اسمعني يعني بحبش اجرح. طيب ما نصت شو اللي بدي اقوله. مش ممكن اجي لا اشتم منصور، لكن منصور في رايي الخاص يمثل شريحه اجتماعيه في الوسط العربي، وهو لا يمثل كل الوسط العربي. هذه الشريحه تعتقد انه إلها مصلحة بمحاذاة أو بمحاذاة أو باسترجاع أو في السلطة ربما تحرز مكاسب. التجربة تبعكم في هذه السنة
أثبتت عكس. طيب. أنا ما بقول هو خائن ولكن هو يمثل أنت كل شريحة من الناس. لما أقول اسمعني أول شيء أنت بتحكي على قطاع كبير وليس صغير في مجتمعنا. اللي أيد نهج الدكتور منصور عباس الموحدي قطاع كبير. لما أنت بتحكي عن 170 ألف مصوت وكل واحد عنده مرته وابنه وكذا، هو على الأقل إشي 40% من مجتمعنا بشكل أو بآخر إذا بتحسبها. الأمر الآخر أنه أنا أفضل لي أني أخوض تجربي وحتى لو منجحتش فيها أفضل من تجربي مكتوب عليها بالفشل 73 عام. إحنا قاعدين 73 عام قاعدين على جنب ولا قدرنا نعمل إشي، قاعدين منجعجع، قاعدين شاطرين بس بالحكي. ايش استفدنا؟ وعلى فكره بس خليني اجاوبك، بس يا اخي ما عجبكش تعبير خطابات رناني؟ منيح التعبير، جاوبتك هسه، بس خليني اكمل اللي بدي اقوله انا كمجتمع عربي خطابات رناني بما فيها على فكره قيادات الموحد السابقه. يعني تفكرش انه انا قاعد بحكي على فلان، لا، السياسة العربية في فترة طويلة جدا لم تقدم شيء للمواطن العربي، ونتيجة هذا الأمر ولا شيء لأنه مجتمعنا العربي وصل إلى انحدار تاريخي لم يتخيله أحد من ناحية أخلاقية. هل النواب العربي الجريمة بتحمل مسؤولية كل ما يجري؟ القيادة العربية مش بس القيادة مش بس مش بس الكنيسة، عشان نكون واضحين. نعم. أنا أتحدث عن القيادة العربية بشكل أو بآخر تتحمل مسؤولية. طبعا اللي بتقوله طبعا أريد رد عليه أخير، يعني أريد لأن الوقت أدركنا وأريد أن نشاهد. إحنا اليوم كل واحد بيحكي بعمم القيادة العربية، إحنا بقول نعتز اليوم بالقيادات العربية اللي موجودة في مجتمعنا، حتى ولو بنختلف معها في مستواها المهني، في مستواها العلمي، في كيف بتدير الأمور. إحنا نعتز بجماهيرنا اللي وقت المحن أعطت مثال. والرجاء مثلا، أنت رميت كلمة قلت وقعت على وثيقة الاستقلال، بس ما قلتش إنه قرار التقسيم بيحكي عن دولتين. يا ريت ردوا على شو دخل علاقة؟ أنا حكيت عن وثيقة الاستقلال، تفرقش دولتين؟ اسمع، وثيقة الاستقلال إشي بس أنت حكيت عن أمرين مختلفين. تسمح لي جاوبتك، وثيقة الاستقلال احكي لي عنها. وثانيا وثيقة الاستقلال اللي لو قائم دولتين والله ما فيش هذيك المشكلة مع الوثيقة. لب القضية ما قامتش الدول الفلسطينية. يا ريت كان في ظروف انه ينقبل قرارنا، قرار عصبة التحرر الوطني في وقته، انهم يقبلوا اقامة دولتين. الشعب الفلسطيني اليوم بيطالب باقل من هذه. نعم. ولذلك الرجاء على الاقل الكف عن تيئيس الناس والقول انه النضال 73 سنة ما افادش. لا يا عم افاد، مجتمعنا تغير، ثبتنا في وطننا. في جيلي كانوا يترجون يعطونا مصاري مشان نهاجر من الوطن. طيب. الموضوع قريب. يعني وصفت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة اعتداء قوات الشرطة مساء أمس الأحد عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك على الشيخ الدكتور محمد سلامي حسن القيادي في الحركة الإسلامية وعلى زوجته وابنه، وصفته بالاعتداء السافل والجبان. وقال بيان صادر عن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة يثبت هذا الاعتداء أن شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك شريكة في الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد والمصلون المسلمون، وأنهم لا يقلون تطرفا عن الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك يوميا. وأكدت الحركة الإسلامية ومعها القائمة الموحدة أن سبب الاعتداء على الشيخ الدكتور محمد سلامي حسن وعائلته هو لمجرد أنه أعطى ملاحظة لإحدى الشرطيات بعدم التدخين داخل باحات المسجد الأقصى. وردت فعل الشرطة تدل على المستوى الهابط وعلى العنصرية والتطرف والعدوانية التي يتعامل بها أفراد الشرطة كل يوم مع المصلين المسلمين، مهما حاولت الشرطة تجميل صورتها بأنها تحافظ على حرية العبادة وأمن المصلين. كما طلب نواب الموحدة وزير الأمن الداخلي عمر بريف بمحاكمة أفراد الشرطة المعتدين وبإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحقهم. سؤالي لك فادي عجاوي، أليس هؤلاء أفراد الشرطة نفسهم الذين وصفهم الدكتور منصور عباس مقابلة صحفية بأنهم يعني يتعاملون بحدة أقل؟ أنت بتأخذ أقل؟ أنت بتقص الأمور عن السياق. نعم. ليش؟ أليس يعني مش أجاوبك؟ أنت بتقص الأمور بشكل لا يعني رح أجاوبك. أقل عنفا. لا أنت بتنفعش تجيب لي تصريح قبل كديش سنة؟ لا أشهر قليلة بعد أحداث المسجد الأقصى المبارك. لا سابقا. مش مهم. ولكن إحنا نحكي على موضوعين مختلفين، رح أوضح.
يعني مثلا في موضوع الجريمة في مجتمعنا العربي الأرقام واضحة، هناك هبوط حقيقي في أرقام وعدد القتلى، بدك أرقام بعطيك أرقام. لا لا تحدث عن لا تحدث عن عمل الشرطة والعنف والجريمة، تحدث عن عمل الشرطة في الأقصى. لا 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 قاعد بجاوبك أنا، إنه الشرطة تقوم بالنسبة لموضوع الجريمة تقوم بدور جيد. ما أود أن أقوله إنه ما قامت به الشرطة هو عمل إجرامي وحشي. لما أنت بتحكي على أي قيادة عربي على فكرة أو قيادة إسلامي غيره، كل قيادة عربي يتم الاعتداء عليه من قبل الشرطة. وهذه الشرطة لا ننسى إنها هذه الدولة فيها مؤسسات وفيها شرطة للأسف، وكل مؤسسات الدولة الإسرائيلية ما زالت يعني عاشت في فترة 12 سنة الدولة العميقة، وفيها الشرطة على فكرة اللي هي مشبعة من أفكار نتنياهو واليمين المتطرف والفاشي. ولهذا قلت في بداية حديثي أنا أشعر فعلا بخطر اتجاه مجتمعنا، واسمح لي أحكي هذه الجملة، ليس فقط أن الآن ما بتحدث سياسي لا موحد ولا مشتركي، مجتمعنا العربي يشعر، أنا أشعر حقيقة تخوف وقلق على مستقبل هذا المجتمع، لأني أرى المجتمع الإسرائيلي ليس فقط اليهودي أقصد ليس بدأ يذهب إلى اليمين، بل هو أصبح متطرفا لدرجة أنه أقول عنه أنه عنصري وفاشي. وهذا الأمر وهذا الخطر ربما يكلفني كثيرا، ودعني أقول لك هذا الأمر ربما يقودنا إلى ما لا يحمد عقباه. وأقول لك نعم هناك تخوف حقيقي لدي أنه نحن المواطن العربي بدأ يشعر بخوف على أمنه على حياته الشخصية على سكنه. وفقط أذكرك بتصريحات جالانت وإسرائيل كات بتهديدنا، وعلى فكرة تصريحات ما كانت زمان وهذا مش هذا إشي جديد، يعني اليوم صاروا بكل وقاحة وبكل صلف يجي يقول لك بدنا نورجيكو عوز الديان نفس الشيء صار جديد جديد. اللي بقوله أنا إنه هذا الجو من العنصرية، هذا الجو الخطير اتجاه مجتمعنا العربي. نعم دعني أقول لك يجب أن تتوحد الظروف، ونعم أقول لك يجب نحن كمجتمع أن نقف حائط صدد. أولا هسه بدي ألبس تقية عضو اللجنة الشعبية ورأيي السابق، ما في شك إحنا يعني بنندد بالاعتداء على إنسان مثل الشيخ الدكتور، ولكن احنا بنرجعها لاصلها، يعني هذا طبيعي كل احتلال هو بيتعامل هيك. شغله ثانيه اللي بدي اقولها واجل وقت اللي يقول، اذا احنا بدنا نساعد مجتمعنا لا يمكن انه نضل بدون ما ان نجيب الاكثريه، بمعنى يعني بحكي من داخل هذا النضال يجب انه يكون يهودي عربي ضد سياسه الحكومه حتى لو اعداد قليله. ما يحدث في المجتمع العربي، والمجتمع العربي أنا بفتخر أنه عنده تعددية، اللي بيحدث في المجتمع العربي هو نتيجة للمجتمع الإسرائيلي. أنا صاحي إنه كانوا يعني. أنا صاحي كانوا يقولوا عنا في يم الفهم حتى ما أجرحش مشاعر حدا، أمراض المجتمع الإسرائيلي مش ممكن توصل يم الفهم. روحوا يسألوا العمال الاجتماعيين بحكي لك اللي بيصير بتل أبيب بنهاية المطاف يصير في الطيب وفي الطير وفي أم الفحم وغيره، لأنه مركز القرار وين؟ مركز القرار حتى مش في القدس، هو في تل أبيب. إذا كان بدنا نساعد مجتمعنا في القضية المركزية أخرى، لأنه لا يمكن يكون سلام ولا نساعد شعبنا إذا ما صارش تحول في المجتمع الإسرائيلي. من هون مطلوب، مش إنه إحنا يعني نازل أنفسنا عن المجتمع الإسرائيلي، بل يجب المجتمع العربي بأمس الحاجة لوحدة يهودية عربي. وكلمة بدي أقولها، المعطيات اللي قلتها صح، إنه نزل نسبة العنف في الوسط العربي، تعرف ليش؟ أولا هذا ممتاز، إحنا مش قايلين شيء، نزل لأنه صدقنا كلجان شعبية كأطر وطنية اللي قلنا اليوم هو ضد المجتمع العربي، مش بسبب عمل الشرطة ولا بسبب الهدور، ألزمناهم مش لأنه يا أخي افهم شغلي، عندما صار ما صار في الخضيرة أجا نائب رئيس بلدية الخضيرة قال 3-4 أيام ما يفوتوش المواطنين العرب على الخضيرة، هيك اقترح، جاء واحد كتب له مستشفى هلال اليافا، شو طلع فيه؟ 8 رؤساء أقسامهم عرب. يعني بمعنى إحنا فرضنا اليوم إحنا مجتمع عنده مليون و700 ألف، ولذلك الطريق هي طريق اللي بنطرحه نضال يهودي عربي مشترك على أسس
نعم متفق على وجالف هذه. طبعا يعني انا ما بدخل المناكف السياسيه، ولكن الادعاء انه والله الهبوط في نسبه الجريمه ما له علاقه بالموحد لحاله غريب. ما هو احنا بس خليني اسمح لي. بس فهمت شو انا اكمل الموحد كله. انت بتقول انه ما له علاقه، له علاقه بلجان الشعبيه. 17 عام يرتفع القتل في مجتمعنا الأرقام، وسبحان الله عندما تدخل الحكومة القائمة الموحدة يعني لا نعطيها هذه الفرصة، يعني كأنه مصادفة سبحان الله. يعني اللجان الشعبية هي اللي قامت. لو كان الموضوع فقط باللجان الشعبية أستاذ العزيز كان حلت مشاكلنا من 17 سنة على ما أظن يعني. فالقضية خلينا نكون واقعيين أكثر، مش عيب نقول إنه والله تعرف شو في لها دور الموحدة، مش عيب نقول، مش غلط. مش يعني أستاذ مريد، لا 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 مش بدي أقول أخرى، لا بالعكس، موافقة الموحدة حتى في قضايا الجريمة وقضايا المجتمع العربي على رؤوس الأقلام أو على البرنامج الحكومي هو ساعد ببقاها مثلا ساعد بأنه بدل ما يشتتوا الجريمة. شو الآن قاعد بصير؟ مشان يشتتوا الجريمة وما يصيرش خاوة بدك تجمع السلاح. أرق كلي حسب معطيات الشرطة، هل جمعوا سلاح؟ اللي بيحكوا عنه هم بيحكوا عن 500,000 قطعة سلاح، بيحكوا اليوم جمعوا 1,000, 2,000, 3,000. يجب تغيير جوهر السلاح. أنا كنت بدي أعطيك مثال في بلدية أم الفحم، وأنا دكتور بس علمي بس جملة. نعم لا مش لأني بحكي عن أم الفحم، أجا قدم برنامج علمي لمكافحة العنف مع بالتنسيق مع الوزارات. لما وصلت هي قلنا الرئيس، لما وصلت صار له 14 مقدم البرنامج، لما وصلت انه هذا بده تغطيه ماليه ما حدا بيحكي معاه ولا احد. جمله اخيره فادي. بس جملة أخيرة ولكن طبعا واضح انه كل انسان عاقل ويفهم هذه الامور يعرف انه الهبوط في الجريمه كان من انجازات القائمه الموحده، وحتى الدكتور سمير حكى هذا الكلام، مستعد اجيب لك ايضا تصريح له دكتور سمير في من فحم. ولكن دعني اقول باختصار حتى يعني نخلص شو بكل من هذا النقاش بشكل فيه وحده ومحبه حتى لا مهم جدا. اولا قلت انا منذ البدايه هذا المجتمع اللي يعاني الامرين من كل يعني من كل نواحي الحياه، نريد انه هذا المجتمع ان يصبح افضل وان يتحسن اوضاع ابنائنا. فبالتالي انا قلت منذ البدايه لا افهم تماما هذا التجريح الغير مقبول لدرجه انه وصل تهديد الدكتور منصور عباس في حياته، وحتى تتذكر في ام الفحم تم الاعتداء على. انا بحكي بشكل اخر، احنا اللي دافعنا عن مخركات. لا لحظه يعني اصبر، انا بحكي المناكف السياسيه ليس من ام الفحم. انا ما حكيتش بعرف، انا ما بحكيش عن القضيه نفسها، ولكن بحكي بشكل عام. لا شك انه في هناك جو مشحون، لا شك انه في هناك خطر دكتور منصور اللي بيقول غير هذا بيضحك على نفسه. فبالتالي انا اقول ان وطي شو بكل السنه اللهب في النقاش يا اخي. نجحت هذه التجربه، نجحت. شكرا. فشلت في نهايه المطاف الناخب العربي سيقرر. نعم شكرا جزيلا لكم مريد بس فريد. بس كنت بدي استغل انه نص ثاني. نعم ادعو كل جماهيرنا يجوا يشتركوا بحفل ازاحه الستار عن جداريه شيرين ابو عاقله يوم في ام الفحم يوم الجمعه المقبل الساعه 4. اعملوا كمان لغفران رواسني، سمعت عنها الصحفيه غفران رواسني، اعملوا لها نعم. شكرا قتلت اول تمبر وما حدا سال عنها. لا بقى لازم اذا بدك نحكي هيك مع حكومه منصور اللي قتلتها. شكرا جزيلا لكم مريد فريد سكرتير الحزب الشيوعي في منطقه المثلث الشمالي، وفادي عجاوي مستشار اعلامي في القائمه الموحده. شكرا لكما.